أهلين، وصفتنا اليوم راح تكون كرات البطاطس محشية بحشوة لحم مفروم لذيذة، أتمنى تعجبكم. طبعا المكون الأساسي اللي هو البطاطس، قشرته وغسلته وسلقته، وبعدها وصلتني تشكيلة بهارات من متجر الهاون. طبعا اللي من الحساء يعرفون كيف جودة بهاراتهم، واللي من برا الحساء يقدرون يجربونه ويطلبون من موقعهم الإلكتروني. البطاطس المهروس استخدمت فلفل أسود وثوم مطحون، طبعا كلها بهارات طبيعية مع جبنة سائلة وهرسها. أما اللحم المفرومة حطيت معها بصل وطماط وفلفل بارد، والبهارات استخدمت طبعا بهارات اللحم وبهارات الأحساء المخلوطة والفلفل الأحمر والثوم البودرة. طبعا بهارات الأحساء المخلوطة ريحتها جدا فواحة، أتمنى كلكم تجربونها وتعطوني رأيكم. بعدها راح أقفل البطاطس بهذا الشكل بالحشوة على شكل كرات. الصوص الأبيض راح أكتب لكم طريقته أسفل الفيديو، مع جبن الموزاريلا ودخلت الفرن، وهذا شكله أول ما طلعته. قدمتها مع الرز الأبيض، وبالعافية عليكم.